ركبوا القارب مع كابتن جميل واتجهنا لمنطقة السبع شعب أو السيفن سيسترز، وتحديدا منطقة أبو قلاوة. حياكم الله، شرفتونا ونورتونا في مدينة ينبع. اليوم بإذن الله حتكون غوصتنا في أحد أفضل المناطق وأشهر المناطق في مدينة ينبع. سمعت فيها كثير ومرة جدا جدا عليها. منطقة جميلة وحتنبسطوا فيها بإذن الله. معروفة باسم شعاب الأخوات السبعة. ليش اسمها شعاب؟ سبب التسمية كذا لأنها عبارة عن سبعة قطع من الشعب قريبة من بعض، قريبة. فسموها شعاب الأخوات السبعة. واحنا في القارب كابتن جميل اعطى البنات بريف عن الموقع ومعلومات السلامة، وبرضو وراهم طريقة النطة من القارب، والاول مرة اغطسوا ندى وزينة مع بعض سكوبا دايف في ابو قلاوة. المنطقة تعتبر من أحسن مواقع الغوص في ينبع، والكل كان متحمس يغوص فيها لأن المنطقة تتميز بوجود مغارات وكهوف وتزداد كثافة الحياة المرجانية فيها. ندى وزينة شافوا كهف وعجبهم انه كان مفتوح من السقف open overhead، وقرروا يدخلون عليه. قعدنا نتصور انا وزينة، وزينة كانت مرة مبسوطة، هذه اول اكسبيرينس لها جوة كهف والانوار داخلها، كان منظر جميل جدا. واستكشفوا الحياة البحرية بأبو قلاوة، الشعب المرجانية متنوعة وغنية بالألوان. وخلوني أقول لكم عن أبو قلاوة أكثر، اسمها جاء من قلوة واللي معناتها الماء المحصور في نص الجزيرة المغمورة، ولأن أبو قلاوة تعتبر جزيرة شبه مغمورة فسموها كذا، واللي سماها هم الصيادين حقين زمان اللي كانوا ينزلون فيها بقوارب السمبوكة الصغيرة ويحتمون ويبيتون فيها خلال رحلات صيدهم.